عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهذا الشربت هم جبته. اليوم يوم جديد على ابني حسين لأن كمل 15 سنة. يعني أنت بهذا اليوم المبارك انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة التكليف والرجولة. التكليف؟ نعم بابا التكليف. بس قبل ما أجاوبك على هذا السؤال خلي أشوفكم إيش جبت لحسين وليش وليد حسين. هاي الأشياء مو بس هدايا بل هو تقليد تعلمته من والدي الله يرحمه. هاي عادة توارثناها أبا عن جد لأن البلوغ شيء مهم ولازم الإنسان يحسب له ويوثقه. وهسته بابا خلى شوف شنو جبت. وأني هم لأن صار هواية انتظر. ابني حسين هاي أول شيء ساعة يدوية حلوة بإيدك وهم تضبط بيها وقتك لأن الوقت له دور مهم بعد التكليف بالنسبة للصلاة وأمور كثيرة مهمة. وهاي دشداشة بيضة رجالية تلبسها بالصلاة ومنة تروح للجامع وياها عرقشينة لطيفة جدا لما تلبسها أثناء صلاتك. أشكرك بابا. اللهم صلي على محمد وآل محمد. ابن حسين رجال ونعم الرجال. وهاي سجادة للصلاة اشتريتها خصيصا إليك وياها مسبحة. بابا وهذه الكتب؟ هذه الكتب الرسالة العملية اللي هو منهاج الصالحين وراح أبين لحسين شنو أهمية هذه الكتب بالنسبة لنا كمكلفين. بس قبلها خلي نشرب الشربت ونفرح بهاي المناسبة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
بابا؟ بابا؟ نعم بابا. وين راح فكرك بابا؟ تذكرت شلون أبويا الله يرحمه سوى نفس الشيء. ابني صادق، أنت اليوم صرت رجل كامل الأهلية. بالأمس كنت طفل في نظر الشرع الإسلامي، وعندما وصل عمرك 15 خاطبك الله سبحانه وتعالى، أمرك بأوامره ونهاك عن نواهيه. الله يرحمك يا أبا، نحمد الله ونشكره. الحمد لله والشكر على نعمته. يلا بنتي زينب قومي خلي نكمل شغلنا ونعوف حسين. يا ما أبو حسين ابني، يخاطبك رب العالمين ويأمرك بأوامره وينهاك. بابا يعني خالق الخلق والسماوات والأرض يتلطف علي فيأمرني وينهاني؟ بابا هذا أكيد يوم مهم ومن أهم أيام حياتي. نعم بابا، من ألطاف رب العزة أن يوجه إليك تكاليفه، ولكن عليك يا بني أن تطيع ما أمرك به خالقك فشرفك. لكن بابا شنو هاي التكاليف الأوامر والنواهي؟ مو أعرفك ذكي وأتوقع أسئلتك. ابني الأحكام الشرعية خمسة، هي الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. بابا بس أنا لازم أسألك هواي أسئلة، لا تنزعج من أسئلتي. بالعكس ابني، اسأل ما بدالك، أصلاً أسئلتك ذكية وتعبر عن فطنة ونباهة. وهسه خلي نروح للحديقة وهناك نكمل حديثنا. ماما الحمد لله الله سبحانه وتعالى تلطف علينا بنعمة الإسلام، وبابا علمنا هواي أشياء بطريق الحق ونهج محمد وآل محمد. بارك الله فيك بنتي، واحنا هم فرحانين بيكم لان مطيعين ومتدينين، وما دام احنا راضين عنكم الله يرضى عنكم، لان رضا الله من رضا الوالدين. بابا اقدر اعرف شنو الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات؟ هسه راح اجاوبك. تفضل استريح. اولا الواجبات هو كل ما تحتم عليك فعله كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المحرمات فهو كل ما تحتم عليك تركه كالسرقة وشرب المنكر والكذب والقتل والتبذير وغيرها. والمستحبات بابا؟ المستحبات هو كل ما حسن فعله دون إلزام وتثاب عليه، إن كان بقصد القربة كالصدقة على الفقير والنظافة وحسن الخلق وقضاء حاجة المؤمن المحتاج وصلاة الجماعة. وهسه المكروهات والمباحات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رخصتك أبو حسين أني أجاوب ابن حسين. تفضلي ماما. كل ما حسن تركه والابتعاد عنه من دون إلزام وتثاب على تركه إن كان بقصد القربة فهو من المكروهات، كتأخير زواج الرجل والمرأة والغلاء في المهر ورد طلب المؤمن المحتاج إلى القرض مع القدرة وغيرها. أما المباحات فهو ما ترك لك حرية الاختيار فيه أن تتركه أو تفعله، كالأكل والشرب والنوم والسفر والسياحة وغيرها. شكرا ماما. بارك الله بيك أم حسين. وهسه تفضلوا على الغداء لأن زينب تنتظرنا. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. يلا ماما صار وقت الصلاة، حروح قدامك حتى نصلي سوية.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله بابا منا ومنك صالح الأعمال. بابا بس شنو ممكن أميز بين الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح؟ أحسنت بابا، ولهذا أنا انطيتك كتاب الفقه المنهاج اللي من خلاله راح تعرف الفريق وتقدر تميز بين كل هذه الأمور. وشلون راح أقدر أفهم كل ما موجود بهذه الكتب وأعرف المطلوب مني؟ هذه الكتابين العبادات والمعاملات ابني أريدك تلقي عليها النظرة اليوم وتنطيني انطباعاتك عليهن، وممكن نكمل حديثنا بعدين.